بصي لي كده ليه؟ مفيش، انت كل عصبيتك دي علشان خاطر كريم. انت مش راضي بموقفك، كان نفسك انت اللي ترفع القضية، وفي نفس الوقت ما ينفعش. الهبل اللي بتقوليه ده، اصلا انا هرفع قضية هكسب من وراها ايه؟ فلوس؟ انا مش عاوز فلوس، هخرب بيت نجوان ولا يفرق معايا، حتى لو مسكت نجوان دي قطعتها كده ابني هيفوق الغيبوبة. اللي بتقوله ده ضد افكارك. افكاري للزباين اللي برفع لهم قضايا، بس عندي ابني ما ينفعش افكر في الانتقام ازاي وهو بين الحياه والموت. عارفه لو فايق قدامي ما كنتش هتعادي نجوان مهما حصل. على فكره نجوان ملهاش ذنب، يعني سواق خط رمادول والتقرير الفني هتبرعها. فاهمه وجهه نظرك، فاهمه قد ايه انت راجل عملي، ومستوعبه قلقك وخوفك على ابنك، لكن حتى لو التقرير ما برقهاش كنتش هتعديها. انت ما تعرفينيش، انا ممكن ابقى اسوأ حد عرفتيه في حياتك، بس عند ابني ما ينفعش. عن اذنك. انا عارفه انك شريك في المدرسه مع نجوان من الباطن. مساء الخير.